عايز اسالك عن اهم ما يميز السنه دي الدوري من وجهه نظرك في حراسه المرمى. يعني احنا انا عارف ان انت بتتفرج على كل الماتشات تقريبا. الماتشات اللي اتفرجت عليها هل شايف عندنا ضعف في حراسه المرمى في مصر عموما، ولا شايف ان لا احنا عندنا واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره؟ طيب عشان ما نظلمش الحراس دلوقتي، انا شايف ان الموسم لما ابتدى قبل التوقف كان كويس قوي بالنسبه للحراس. انما التوقف بتاع كاس العالم او الفتره اللي قعدنا حوالي 17 18 يوم، في ناس خدت شهر اكتر كمان، اثرت على الحراس بالسلب. دي وجهه نظري. اعتقد ان الموسم السابق الحراس كانوا احسن من الموسم ده. الموسم ده لسه في مرحله زي ما بيقولوا كده ايه، او احنا ده تاني ماتش تقريبا او تالت ماتش بعد الرجوع، فلسه الحراس ما وصلتش للفورمه الرئيسيه بتاعتها. ولكن في العموم انا مش شايف حد على مستوى اللي هو الايه المستوى العالي قوي قوي قوي، غير يمكن عشان يعني ابقى منصف، محمد عواد. محمد عواد هايل بصراحه، انا شايف انه يعني احسن واحد دلوقتي موجود في المسابقه. يجي من بعديه طبعا الشناوي، بس الشناوي لازم يعني نصيحه ليه، لازم يتعامل كل المباريات كانه ما عندوش رصيد، لان احنا عارفين قيمه الشناوي. بس الشناوي في الماتشين الاخاره تحديدا ما كانش موفق. ما تزعلش، بس بالظبط هو ده اللي انا عايز عايز بقى. كويس ان حضرتك فتحت هذا الامر. الشناوي ما كانش موفق. تمام. حلو جدا. تمام. انا سالت مره قبل كده كابتن احمد ناجي مثلا. تمام. كابتن احمد ناجي هو شيخ المدربين في هذا الامر طبعا، كبرنا يعني. قلت له يا كابتن ناجي، قال لي بص، ما فيش حارس في الدنيا لا يخطئ. بالظبط. ولكن كل ما تقلل اخطائك وتزود زمنية. أيوه، زمن المتباعده، المسافات المتباعده، هيبقى انت حارس كبير. تمام. طيب هل الشناوي بينطبق عليه هذا الامر ولا لا؟ طبعا. بس خلاص طبعا. يبقى احنا متوقعين اخطاء، متوقعين اخطاء ولكن قليله وفي ازمنه كبيره، صح؟ طيب ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بتكلمه، صح؟ طيب. ولا غلط؟ احنا يعني فكت الكره ايه؟ كاس العالم. طبعا. تعال شوف كاس العالم، الحراس الكبار كلهم طلعوا فرقهم. مانويل نوير صحيح، على رأيك ماتش اليابان كان سبب رئيسي في الخساره. الماتش اللي خسروه في اسبانيا كان سبب رئيسي. تعال شوف كورتوا ما كانش موفق في ماتشات بلجيكا الثلاثه وخرج بالفرقه. بص حراس كبير، نافاس شال 7 تجوان في ماتش واحد بتاع اسبانيا. صحيح. الحراس الكبيره ما كانتش موفقه. يمكن ظهر لنا ليفاكوفيتش بتاع كرواتيا، وظهر لنا اكيد بونو، وظهر لنا ايماليانو مارتينيز. بس الكلام ده انا جيت معاك قبل البطوله وقلت لك على دول، وقلت لك على مارتينيز تحديدا، صح؟ يعني اللي انا عايز اقوله ان مفيش حد ما بيغلطش. ايوه. بس كل ما فترات الزمن ايوه تطول وتختلف الاخطاء، ما يبقاش خطا ثابت. اوكي. يعني ايه؟ زي مثلا احمد مش عارف يمسك الكوره، فكل مره كل مره هتقع منه فتخش جول. أوكي. لا، يبقى ده خطا فيه هو ولازم يعالجه. حلو. لو الخطا ده ما عرفش يمسك الكوره والكوره اللي بعدها توقع غلط او تعامل مع الكوره غلط، يبقى ده خطا، ده خطا اخر، ده خطا اخر. ماشي، يبقى كده ده حارس كبير على زمانات، على مسافات زمنيه متباعده. حلو جدا. وده اللي بنشوفه في الشناوي. ده اكيد، ده تقصد اكيد، ده اللي انا شايفه في الشناوي. أوكي. واكيد الشناوي عارف ده كويس. طبعا. واكيد بيشتغل عليه. على فكره الشناوي انا قابلته من فتره كده، من شهر ولا حاجه، فكنت بتفرج على التمرين يعني، فشايفه من المرات اللي انا بتفرج على التمرين بشوف اللعيبه بتتمرن ازاي والحراس تحديدا بيتمرنوا ازاي. انا كنت بشوف عصام مثلا الحضري كان بيتمرن وهو عنده 40 سنه زي ما كان بيتمرن وهو عنده 18 سنه. انا اعرفه من هو عنده 18 لغايه لما بقى 40 ولا 45، فنفس طريقه تمرينه في ال 40 هي 18. تمام. خلاص. فلقيت الشناوي كده من الناس اللي بتتمرن، وبعدين ايه يعني دايما بيخش اخر يعني في ما بيستناش مثلا ياخد الاول عشان يبقى هو الكبير وبتاع والكلام الفاضي اللي بيحصل ده. في حته تانية بنشوفها، لكن لا، انا اقصد ان هو دايما بيبقى عايز اتمرن وخلاص، بس عايز اركز في تمريني، ما بيبصش بره. يعني انا قعدت انده عليه، مش بنده عليه عشان انا بنده عليه عشان اشوفه مركز ولا مش مركز. تمام. لقيته ما مش باصص لي، مش انت مش وقتك ده، انت مش موجود، ده مش وقتك. انت مش موجود. بالظبط ده وقت التمرين. فكده عرفت ان الراجل ده بيتمرن كويس. اكيد اكيد. فده معناه من الناس، من الناس، خلي بالك الاربعه عشان ما بقاش الاربعه بيتمرنوا بغل. غل مش معنى غل، لا، يعني بحماس. صحيح. بحماس زي صحيح. الحماس ازاي ده بيأثر عليهم كلهم بالايجاب. اعتقد ان النادي الاهلي
مش انا شايف انه مش محتاج حارس ولكن محتاج تدوير. انا فترات بعيده لازم ادي علي شويه ومصطفى، دي وجهه نظري. اوكي ماشي. لا حقك لان الاربعه طبعًا. الاربعه حراس كويسين، حتى انا بقول الاربعه لان حمزه علاء زيهم برضه، حمزه فالاربعه كويسين، ولكن احنا محتاجين ان احنا على فترات متباعده كل 3 4 5 ماتشات ندي واحد منهم في الدوري تقصد، في الدوري وفي الكاس وفي كل البطولات. ليه؟ عشان رجليه تبقى في الملعب. خلي بالك الشناوي برضه في اوقات بيتصاب فيها غصب عنه، ده شيء طبيعي، فانا لازم اكون محضر التاني، هكون محضره بالتمرين، ولكن لعب الماتشات الرسميه حاجه تانية خالص، دي وجهه نظري. اوكي. ماشي؟ نرجع بقى للحراس بتوع الدوري تاني عشان ما نظلمش حد، امبارح الولد شيكي عمل ماتش كويس جدا قدامنا قوي قوي. تعالى يعني محمود جاد يمكن اوحش موسم لمحمود جاد. الحقيقه محمود افضل من كده بكتير. بكتير جدا يعني جدا. انا شفته حتى النهارده المصري كان بيلعب المقاولين النهارده. برضه يمكن الهدف الاولاني حلو قوي بصراحه. يعني لا مش الهدف بس، يعني في العموم يعني هو تحركاته محمود احسن من كده بالظبط. يعني بكتير احسن من كده بكتير. بكتير. صحيح. تعالى نتكلم مثلا على النقيض محمود ابو السعود، عامل موسم هايل مع كابتن شوقي غريب. هايل مع كابتن السنه دي، السنه اللي فاتت ما كانتش كويس. انا بقول لك السنه دي، انا بقول لك السنه دي مع كابتن طارق سليمان وكابتن شوقي عامل موسم هايل لحد دلوقتي. صحيح. مش عايزين بقى ننسى حد، تعالى نفرق سموحه طبعا الهاني ماشي معاهم مميز، ولكن الفرقه كلها مش نفس طريقه اللعب، فاعتقد ان في دروبات صغيره عند الهاني الى حد ما. ممكن نقول مثلا بيراميدز، لا الشناوي ماشي كويس قوي، احمد الشناوي هايل بالامانه ماشي، لا حارس مرمى جيد، لا بالامانه ماشي كويس قوي. ابو جبل ماشي كويس في البنك الحقيقه، يعني يعني ان البنك اتغلب في المباراه الاخيره. لا سيبك من الخساره من عدمها، انا اللي يهمني في الجون الاداء 90 دقيقه. ما انا بقول لك شيء كان امبارح ما هو خسر، بس ايه الاداء في ال 90 دقيقه. يعني انا شايف امبارح ان شيكا الغلطه الوحيده اللي عملها في المباراه من وجهه نظري الكره اللي طلع فيها على سافيو ووقع عليه، وكانت ممكن تتحسب ضربه جزاء وكان فيها شك. صحيح. بس ده النهارده انا هو كلمني النهارده والله الامان، قلت له دي ده الخطا الوحيد في 90 دقيقه. مين؟ بس شيكا، محمد سعيد شيكا اللي هو بتاع كان عامل ماتش هايل. صح. كويس جدا، بس برضه خطا ما يبانش قوي للناس، ولكن انا كلمته فيه. هي القصه في ايه؟ القصه ان انت مش لازم في الاداء تبص على كل كره على حده. صحيح. تبص على مجمل 90 دقيقه. 90 دقيقه. وبعد كده مجمل 3 4 ماتشات عشان تشوف الشهر ده مين اللي ماشي كويس. عشان كده انا بقول لك عواد هو احسن واحد موجود دلوقتي. حقيقي. في الفتره دي. لا لا ما طبعا ما طبعا ما غير خلي بالك احنا مش في قناه الاهلي اهو، عامل عواد ده لاعب الزمالك. ده حقه يا كابتن اسلام. بالظبط. ما حدش يقدر يجور على حقه. حدش يقدر يقول بالظبط كده. لا بصراحه شايل فرقه الزمالك جدا جدا جدا، وعامل معاهم موسم كويس. يعني بص من اخر الموسم اللي فات هو كان شايلهم اخر 7 8 ماتشات السنه اللي فاتت، والسنه دي بادي معاهم كويس جدا، واعتقد هو يعني ماشي في طريق مميز. جنش يا جماعه مع فيوتشر عامل موسم كويس قوي 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 بصراحه. يعني دول يمكن اكتر ناس موجوده على الساحه دلوقتي ممكن تتكلم فيهم ان هم احسن ناس متواجده في الدوري المصري من ناحيه الحراسه.